اهلا بيكم في قناه هدى جد للكروشيه والاعمال اليدويه. برحب بكل متابعي القناه. لو اول مره تزوري قناتي ما تنسيش تشتركي في القناه بعمل سبسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وعمل لايك وشير للفيديو علشان الكل يستفيد. فيديو جديد، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهارده ان شاء الله المشروع بتاعنا هيكون عمل البلورو دوت. البلورو دوت انا نفذته، عبارة عن وحدات زي ما حضراتكم شايفين كده بالتبادل، مربع جراني فاضي ومربع تاني فيه وردة بالتبادل كده، واحدة واحدة تمام. وبعدين زي ما حضراتكم شايفين البلورو احنا نفذنا الوحدة بتاعت الوردة دي هنا على القناة، عملنا الاول الوردة بتاعتنا وبعدين عملنا المربع بتاعها، وكمان احنا كنا منفذين المربع الجراني الفاضي دوت برضو على القناة. فانا هسيب لكم اللينكات كلها فوق على الشاشة في اليمين تمام. البلورو بتاعنا النهاردة ده مقاسه يلبس اكس لارج. ودلوقتي عشان احنا ناخد المقاسات بنقيس طبعا، ده شكله من ورا تمام كده. عشان اخد المقاس فهجيب المزورة بتاعتي واحطها هنا في اول الكتف اللي انا هقيس له، هعمل له البلورو من اول هنا للكتف التاني تمام. هشوف العرض بتاعه قد ايه تمام. وبعدين هبتدي اخد الطول برضو من اول الفوق كده الياقة بتاعت البلورو تمام. بالطول هفضل ماشية كده بالمزورة واشوف الطول المناسب ليه قد ايه تمام. لما ننفذ ان شاء الله البلورو مع بعضينا هقول لكم المقاسات ان شاء الله اللي انا نفذتها في اخر الفيديو. البلورو وحدته جميله جدا زي ما حضراتكم شايفين، بس معلش انا هو مش طالع كله عشان خاطر طبعا الكاميرا مش جايبه كله، بس انا هحاول اوريكم كده واحده واحده بالشكل ده. البلورو بتاعنا جميل جدا، تنفيذه سهل، خطواته سهله، كل المبتدئين يقدروا ينفذوه. بصراحة شكله جميل جدا وعجبني وجديد من نوعه، حاجة مميزة. تعرفين قطع الكروشيه طبعا كلها بتبقى قطع مميزة لان مفيش قطعة اخت التانية. بصوا حضراتكم ده من الجنب بتاعه، ولو قلبنا ورا كده بصوا قد ايه جميل. انا بحاول افرد لكم الشكل كله وراه لكم، وعايزة اوريكم هنا كمان من الجنب كده. بصوا حضراتكم تفاصيله سهلة، هناخدها خطوة بخطوة مع بعض، مش هسيب حاجة غير لما تعرفوها وتنفذوها، علشان اتمنى طبعا ان انتوا كلكم تنفذوه. البلورو جميل جدا جدا بجد، حاجة جميلة وجديدة، واحنا لسه في الصيف بقى، فنعمل حاجة حلوة كده ونلبسها نتبسط بيها ان شاء الله. وخلينا ان شاء الله نبتدي ونشوف هنبتدي ازاي، والوحدات اللي احنا كنا عاملينها كوننا منها كام وحده، ويلا بينا نشتغل على طول. ده شكل الوحدات لما انا شبكتها زي ما حضراتكم شايفين كده، ده البلورو بتاعي انا شبكت الوحدات اوكي. واحده مربع جراني عادي، وواحده فيها الورده بتاعتنا، واحده مربع واحده فيها الورده تمام. ده الشكل بتاعنا، وهوريكم دلوقتي ازاي انا شبكت طريقه التشبيك المربعين في قلب بعض تمام، وهشرح لكم بالظبط ازاي دول انا سويتهم بنفس المقاس. انا جيت هنا، انا طبعا اخترت المقاس اللي انا عايزاه، الطول المناسب ليا. انت لو عايزه تطولي اكتر من كده تعملي كارديجان، الموضوع في ايديكي تمام، هتزودي عدد الوحدات تاني لغايه الطول المناسب ليكي. طيب الشكل هنا ده، بس معلش عشان الكادر بتاع الكاميرا مش هيجيبه كله، بس انا هفسر لكم كل حاجه اتعملت. طيب هنا هوت ده القدام تمام، ده الجنب القداماني اهو زي ما حضراتكم شايفين كده، عبارة عن وحدتين، اربع وحدات
تمام كده، منهم اتنين هنا انا خليتهم للكتف تمام. وبعدين جيت اشتغلت عملت كنار كده حلو كده بشكل فستونات على الاطراف بتاعته بحيث يديني شكلي ويظبط معايا كمان الكتف. وهنعرف دلوقتي كل خطوه بالظبط تمام كده. ده اول جنب وده الجنب التاني برضو، شايفين حضراتكم نفس اللي عملته في الجنب الاولاني انا عملته في الجنب التاني. ادي ده واحد اتنين تلاتة اربعة تمام كده. وهنا في اتنين وحدتين تحت الابط على طول عشان يظبطوا معايا المقاس تمام كده. وطبعا الظهر احنا شفنا الظهر شكله ازاي تمام. طيب دلوقتي احنا الوحدتين معانا نكتب ده كده دلوقتي كده، احنا الوحدتين معانا اهم. الوحده دي احنا نفذناها مع بعضينا على القناه وهسيب اللينك فوق تمام علشان خاطر ترجعوا له وتتفرجوا على الوحده لو انتم ما شفتوش الفيديو. طيب بالنسبه للوحده الثانيه ده مربع جراني عادي خالص وبرده نفذناه مع بعض على القناه، وبرده هسيب اللينك بتاعه فوق هنا اهوت على اليمين علشان خاطر اللي عايز يتفرج عليه. طب انا اشتغلت المربع الجراني ده عادي خالص تمام، وجيت هنا بعد ما خلصت طبعا لازم هتقيسي بالمزوره المسافه من هنا قد ايه كام سنتي، ودي برده الوحده برده اللي احنا شغالينها دي كام سنتي تمام كده اهوت. وبعدين انا هنا علشان خاطر اوصل لنفس المسافة ونفس العدد كمان بحيث ان كل شايفين حضراتكم الغرز كلها تبقى متساوية مع بعض علشان خاطر وانا بقفل كده الوصلات دهيت ما يبقاش في حاجة مش مظبوطة تمام. بعد ما خلصت عملت عمود بلفة عادي خالص، بدأت هنا بالكورنر عملت كورنر عادي خالص 3 عمود بلفة 2 سلسلة 3 عمود بلفة، وبعدين ابتديت اعمل فوق كل عمود عمود. وبالنسبه للفراغ اللي كنت بعمل فيه سلسله نزلت جوه عملت كمان عمود تمام كده. وبعدين فوق كل عمود عمود حوالين داير المربع كله تمام بالشكل دوت. وعديت الغرز لقيتها مناسبه على نفس عدد الغرز اللي هي في الوحده بتاعتي اللي انا عاملاها بتاعت الورد تمام كده. ويلا بينا نشوف ازاي انا بقى كونت الاثنين مع بعض او شبكت الاثنين مع بعض تمام. الخيط بتاعي هنا هوت، انا اشتغلت البولورو كله باليز ديفا تمام. وهنبتدي دلوقتي انا هاخد فتله كده من النص هوريكو كده كمثال بسيط علشان خاطر نجمع ازاي البولورو بتاعنا. هنعمل غرزة البداية بتاعتنا بالشكل ده عادي خالص، وبعدين هاجي هنا على الوحدتين ده اهو هاجي الاتنين كده. فلنفترض انا هختار الجنب ده والجنب ده تمام، هضم الاتنين على بعض بالشكل دوت. الطريقة دي احنا اول مرة ناخدها على القناة تمام. وهدخل هنا فين في المفروض اللي هنا في السلسله اللي في النص اللي بين الثلاثه عمود بلفه والثلاثه عمود بلفه، في هنا سلسلتين يعني نص الزاويه كده، هدخل هنا. وبالنسبه للمربع الثاني في نفس المكان برضو في الزاويه والف الخيط واطلع بمنزلقه بالشكل دوت تمام كده. وبعدين بقى هدخل في كل غرزه تقابلني، ادي دي اول غرزه هنا اخد الاثنين الغرزتين مع بعض مش سلسله واحده، اخد الاثنين مع بعض. وبالنسبه برضو للوحده الثانيه اسحب الخيط كده واطلع اعملها غرزه حشو اسحبها بحشو تمام. وبعدين اروح للثانيه اهو الغرزة التانية واضحة، واخد برضو نفس الغرزة اللي مقابلة ليها وادخل اعمل غرزة حشو، وهستمر كده ادخل على الغرزة اللي عليها الدور اهو تحت السلسلتين تمام كده. والناحية التانية برضو تحت السلسلتين برضو واسحب اعمل حشو،
وهنستمر بقى على كده. ادي اول اتنين اهو والمقابلين ليهم اهو، انا مقربه اهو، وابتدي اعمل غرزه حشو. وهنا برضو ادي اول سلسلتين واضحه، وهنا برضو سلسلتين المقابلين ليهم على طول، واخدهم كده اسحب اعمل الحشو وهكذا تحت السلسلتين حرف الفي اهو، والتانية تمام، وبعدين اعمل غرزة حشو وهكذا. هنستمر بالطريقة دي هيت لغاية فين؟ لغاية لما اخلص هكون عدى الغرز كلها. العمدان دي كلها بكم غرزة؟ سي طلعوا 30، لازم يبقى الوحدة التانية 30 غرزة بالظبط زيها علشان خاطر وانتي بتقفلي، تمام. فهنفضل نعمل كده، نشتغل كده بالطريقة دي متواصل لحد ما نخلص الجزء ده، تمام كده. ده كان مثال على ازاي نقفل الوحدات او نشبك الوحدات مع بعض. طيب نيجي بقى للوحدة بتاعتنا الاصلية نشوف شغلنا فيها. ده اللي انا عملته اهو، نشرح كده. ده اللي انا عملته اهو، انا لميت الوحدتين مع بعض تمام، ومشيت بغرزه الحشو كده دايركت تمام، وكملت. لو تقدري تمشي السطر كله تبقي عامله، انت طبعا اوريدي هتبقي مكونه الوحدات كلها بتاعه البلورو تمام كده. فنمشي بيهم اتنين على طول ونشبك الاتنين التانيين، وبعدين نشبك الاتنين التانيين على طول بنفس الخيط ما نقطعهوش تمام، وهكذا الوحدتين اللي بعدهم منهم والوحدتين وهكذا لغايه الجنب التاني. ده بيساعدني كويس في التنظيف، وبحيث ان الخيط كمان يعني فيما بعد ما يفكش مني، تمام كده. طيب انا بعد ما خلاص كوننا الوحدات زي ما حضراتكم شايفين كده تمام، كونناها كلها وشفنا المقاس كده تمام مناسب اوكي. جيت هنا تحت الابط هنا اهوت، شايفين بقى حضراتكم هنا كانت الوحده اهي بالشكل دوت، وهنا تمام. عملت ايه؟ جيت من هنا في الكورنر دوت باللون بقى اللي هو الازرق اللي انا شغاله بيه تمام كده، جيت عملت غرز حشو في كل في الوحده دي تمام، والوحده دي يعني حوالين داير الابط معايا. يا رب يكون بس ايه الشرح واضح، ما تقلقوش يا جماعه، يعني انا هفهمكم كل خطوه بالظبط انا عملتها تمام. فعملت غرز اول صف عملت كله غرز حشو حوالين داير الابط دور واحد تمام. الدور اللي بعده تمام عملت ابتديت قفلت بمنزلقه وارتفعت 3 سلسله، ده تاني دور ارتفعت 3 سلسله، وبعدين بقيت اسيب غرزتين واخش في الغرزه رقم 3 اعمل فيها غرزه حشو، واكون 3 سلاسل وادخل في الغرزه رقم 3 اعمل حشو، وثلاث سلاسل وفي الغرزه رقم 3 واعمل حشو، دور كله سلاسل يبقى ده الدور رقم 2. طيب بعد ما خلصت 2 قفلت بمنزلقه تمام من تحت الابط من مكان ما انا بدات، وبعدين ابتديت اعمل اكون بقى الفستانات بتاعتي، ادخل في كل فراغ سلسله، اول فراغ سلسله دخلت فيه عملت 3 عمود بلفه 2 سلسله 3 عمود بلفه، ودي كانت اول بتل عندي تمام. وبعدين قفلتها بغرزه حشو في السلاسل اللي بعدها على طول، وبعدين من غير ما اخد سلاسل ومن غير ما اخد اي حاجه تمام كده. بعدين لفيت الخيط على الابره ونزلت عملت 3 عمود بلفه 2 سلسله 3 عمود بلفه فين؟ في الغرزه في السلاسل رقم 3. يعني هتعملي فستونه سميها فستونه او بتله تمام، وبعدين السلاسل اللي بعدها هننزل نعمل فيها حشو، وهوريكم كل ده دلوقتي عملي واحنا ايه مع بعض، مفيش مشكله. بس انا حبيت افهمك الاول انا عملت ازاي الكنار دوت تمام، او البتلات دي اوكي. بس فانا عملت دوت، عملت الجنب ده اوكي، وعملت الجنب التاني كمان اهو. فانا خلصت الجنبين وخليت هنشتغل مع بعضينا بقى داير ما يدور حوالين البلورو الاطراف بتاعته.
تمام، علشان خاطر نعمل نفس اللي انا عملته في الحرده بتاعه الابط. طيب اشوف انا بقى واقفه فين. احنا انا واقفه اهو، العلامه بتاعتي اهي، ادي انا معلمه بالماركر علشان خاطر الخيط ما يفلتش. تمام. طيب انا قبل ما اشتغل انا بس حبيت اقول لكم انا بديت اول غرزه من ورا من الخلف اهو، تمام كده، من خلف من الظهر بديت اول غرزه، يعني ابتديت من هنا علشان خاطر برضو اقفل من الظهر، تمام كده، ما تبقاش من الجنب من قدام من كده يبقى شكلها وحش، خلاص. وبعدين مشيت بالغرز، غرز حشوه هوريها لكم حالا، غرز حشو داير ما يدور من ورا الظهر لكده، ادي من قدام اهو البلورو من قدام كده، من تحت كده الطول بتاعه برضو مشيت اهو، كلها غرز حشو زي ما حضراتكم شايفين، حشو ده اول دور انا قلت لحضراتكم، تمام، لغايه لما وصلت ادي وش البلورو اللي قداماني اوكي اهو، وبعدين دخلت على الظهر، وحالا هنشوف مع بعض. اهو انا اقرب كده اهو، بصوا حضراتكم انا كده اهو في الظهر دلوقتي، تمام. وعملت ايه؟ عملت اهو ادي الغرزة العمود عادي، دخلت فيه وبعدين سحبت الخيط وعملتها حشو بالشكل ده، وبعدين ادي الغرزة اللي بعدها برضو ادخل اسحب واعمل حشو، والغرزة اللي وراها غرزة واعمل حشو، واللي بعدها غرزة واعمل حشو اهو، من غير ما الف الخيط على الابرة اهو، اسحب الخيط واعمل حشو على طول، وهنا كمان اهو حشو حشو، تمام. ودي اخر واحده هيت هوريها لكم اهي، ده المفروض الزاويه بتاعت الوحده اهيت، عملتها اهي، تمام، عملت حشو. واجي هنا ادي اول غرزه انا كنت باديه فيها، هدخل جوه غرزه الحشو واسحب اقفل بمنزلقه، وكده قفلت اول دور عندي عملته حشو نفس اللي انا عملته تحت الابط، تمام كده. وكده ده اول دور عندنا. طيب تاني دور احنا قلنا هنعمل ايه؟ تاني دور قلت هرتفع هعمل اتنين تلاتة سلسلة، تمام، وهسيب واحد ادي غرزة هيت، اتنين رقم تلاتة ادخل فيها واعمل غرزة حشو، وبعدين واحد اتنين تلاتة سلسلة، واروح اسيب واحد اتنين وفي رقم تلاتة ادخل واعمل غرزة حشو، واحد اتنين تلاتة سلسلة، وهنعد واحد اتنين في تالت غرزة اهي ادخل اعمل غرزة حشو، تمام كده. نكرر تاني، واحد اتنين تلاتة، وهعد واحد اتنين ادخل في رقم تلاتة واسحب الخيط واعمل غرزة حشو، واحد اتنين تلاتة، وهندخل ادي واحد اتنين في الغرزة رقم تلاتة وادخل اسحب الخيط واعمل غرزة حشو، واكرر تاني ادي واحد اتنين تلاتة، وهسيب واحد اتنين تلاتة في رقم تلاتة ادخل واعمل حشو، واحد اتنين تلاتة في تالت غرزة اهي، شايفين حضراتكم تهيلي سهلة وواضحة جدا جدا، مش محتاجة ادي تلاتة سلسلة، واحد اتنين تلاتة في رقم تلاتة، انت هتمشي بالتسلسل دوت، واحد اتنين تلاتة اهو هنمشي، واحد اتنين تلاتة همشي بالطريقة دهيت، انا بدخل جوه الاتنين سلسلة، بصوا حضراتكم جوه الاتنين سلسلة وادي غرزة حشو، هنفضل ماشيين كده بسطر السلاسل، احنا بنبني السلاسل دي علشان خاطر نبتدي نعمل فيها ايه الفستونات بتاعتنا، تمام كده. فهنمشي بقى بطول البلورو كله، همشي كده في كل البلورو ثلاثة سلسلة، وفي ثالث غرزة انزل اعمل حشو، هعمل الجنب وهعمل تحت كمان
في الطول، وهعمل الجنب الاولاني لغايه لما اوصل تاني لمكان ما انا بديت السلاسل بتاعتي. فانا هشتغل كده، هستمر على طول البولورو كله، وبعدين ارجع لكم ونشوف الخطوه اللي بعد كده هنشتغلها زي مع بعض. انا كده خلصت، خلاص اشتغلت سلاسل حوالين البولورو. اوكي، ووصلت هنا اهوت لغايه البدايه اللي انا كنت بديها. هقفل هنا بغرزه منزلقه فين في السلاسل دي، هي في اول سلسله فيهم. هدخل كده واسحب غرزه واقفلها منزلقه، تمام. وبعدين هندخل جوه السلاسل دي واسحب غرزه كده بمنزلقه، تمام، علشان خاطر ابتدي الشغل بتاعي من جوه السلاسل. طب هنعمل هنا ايه بقى؟ هنرتفع 3 سلسله، وده هيكون عندي اول عمود، وبعدين انزل جواها اعمل كمان 2 عمود. يبقى اصبح عندي دلوقتي 3 عمود، والف الخيط واروح لين فين في اللي جنبها، انزل اعمل برضو كمان 3 عمود بالشكل دوت، تمام، واكمل كده كل فراغ يقابلني انزل جواه واعمل 3 عمود بالشكل دوت. كل فراغ سلاسل انزل اعمل 3 عمود. هنشتغل كده حوالين داير البلورو كله لحد ما نخلص السطر. عايزه اوريكم الشكل كمان كده، شايفين حضراتكم الشكل اهو. انا هقربه شويه علشان خاطر يبان من الكاميرا اهو. 3 عمود بلفه، في كل فراغ سلاسل يقابلني اعمل 3 عمود بلفه لغايه حوالين داير البلورو كله. وبعدين لما اخلص انهي السطر هنا، هنرجع نشوف هنكمل ازاي. انا كده خلصت العواميد ووصلت لاخر غرزة عندي، وهبتدي اقفل. هقفل في اول عمود هنا اهوت ارتفاع اول غرزة فيه، واسحب كده من منزلقة. وعلشان ابتدي السطر الجديد همشي بمنزلقة جوه السلاسل كده. الغرز دي همشي كده واخد منزلقة، والغرزة اللي وراها اسحب كده الخيط واخرج بمنزلقة، واللي وراها اسحب برضو منزلقة لغاية لما اوصل للفراغ ده اللي هو في النص اللي بين العمدان اللي هنا واللي هنا، تمام كده. ادخل جواها اهو واسحب الخيط بمنزلقة بالشكل دوت، تمام. بعدين ارتفع 1 2 3، وده هيكون عندي اول عمود، تمام. قبل ما ابتدي كده السطر الجديد، عايزاكم كده تبصوا معايا الشكل عندي بقى عامل ازاي. بصوا حضراتكم لما مشيت بالعمدان اهي، هقربها للكاميرا كده اهوت، تمام. مشيت بيها ابتدت الشكل يوضح، كلها لفيت بيها كده، لفيت كل البرولور كله من تحت ومن فوق بنفس الشكل كده. وادي ده القطعه الاماميه الثانيه اهي بالجنب كده، تمام. طب الخطوه بقى اللي بعد كده، احنا هنا اهوت خلاص ارتفعنا الثلاث سلاسل، وقلنا ان دول هيبقوا اول عمود. بعدين هنزل جنبهم تاني، انزل اعمل عمود بلفه، اصبح كده 2 عمود. بعدين هاخد 1 2 سلسله والف الخيط وانزل في نفس المكان تاني، هبتدي اعمل بتلة متكونة من 2 عمود بلفة، 2 سلسلة، 2 عمود بلفة، ماشي. وبعدين هلف الخيط على الابرة وهتنقل على طول من غير اي مسافات للفراغ التاني اللي هيقابلني على طول. شايفين حضراتكم في فراغ اهو اهو بين كل مجموعة عمدان وعمدان، تمام. فده اللي انا هدخل فيه واعمل فيه البتله بتاعتي.
هي دي اسمها غرزة المروحة. تمام، فانا كده هلف الخيط على الابرة واروح اهو تاني للمكان ده، ادخل اعمل فيه مروحة مكونة من 2 عمود بلفة، 2 سلسلة، 2 عمود بلفة. من التاني الف الخيط على الابرة واروح اهوت، اهي ادي المجموعة اهوت سبتها، واخش في الفراغ اهو واضح قدام حضراتكم، هدخل في الفراغ وبعدين اشتغل 2 عمود بلفة، 2 سلسلة، 2 عمود بلفة. ودي غرزة المروحة وكلنا عارفينها وهي سهلة جدا، وهنبتدي نكمل نمشي كده في كل فراغ يقابلنا هندخل جواه ونشتغل 2 عمود بلفة، 2 سلسلة، 2 عمود بلفة بالشكل ده. كمان مرة اهو على طول بخش في المكان وانزل اعمل فيه 2 عمود بلفة، 2 سلسلة، 2 عمود بلفة. بالشكل ده نشوف بقى كده هيبتدي الشكل بتاعنا يبان، الغرزة بتاعتنا تبتدي تبان شايفين حضراتكم. احنا هنستمر على كده اهوت، هستمر بنفس الغرزه دي حوالين داير البلورو بتاعي كله كده، حوالين داير كده اهو كله لغايه لما اوصل تاني لنهايه السطر الاولاني، وبعدين هقفل هنا اهوت في ارتفاع اول سلسله هنا في العمود. تمام كده هقفل بمنزلقه، وبعدين همشي بغرزة منزلقة علشان خاطر اوصل لنص البتلة بتاعتي اللي هما الاتنين سلسلة اللي في النص. تمام كده، وبعدين ابتدي اعمل تاني فوقيها مروحة تاني، وبعدين اروح على طول هنا للغرزة دي برضو اللي في النص كده في نص المروحة، ابتدي انشئ مروحة كمان من عمودين بلفة، 2 سلسلة، عمودين بلفة، وهكذا فوق كل مروحة هعمل مروحة بدون اي مسافات. تمام، طب هنستمر على كده زي ما انت بقى عايزة. طبعا ممكن ياخد معاكي 4 سطور، 5 سطور، 6 سطور، على حسب المقاس اللي انت عايزاه، على حسب ما البولورو معاكي يبتدي يقفل ويبقى مقاسه مظبوط هتوقفي الشغل فيه. تمام كده، كل واحدة وحسب المقاس بتاعها. هنكمل كده. تمام، انا حابه بس حضراتكم تشوفوا كده الشكل مبدئيا كده. يجي كده اهو، انا قربتها. تمام، شايفين كده حضراتكم اهو، ازيدها كده دي الاطراف بتاعتي عشان يبقى واضح. ده الفرق، شايفين حضراتكم ده الفرق المسافة من هنا لهنا. تمام كده، فهنشتغل قلنا بقى باللي هي غرزة المروحة، هتشتغلي زي ما قلت لكم كده على حسب المقاس اللي انت عايزاه. هتشتغلي مثلا 4 5 6 سطور على حسب ما تيجي، يعني لو اشتغلتي 5 من هنا هيبقى قدامهم برضو 5 من هنا، فعلى حسب هتسيبي جزء صغير كده بس هيبقى مفتوح. تمام، وعلى حسب طبعا انت ذوقك وعايزه، هل عايزه البلورو مفتوح ولا عايزاه مقفول، على حسب ما انت عايزه. فانا هكمل ان شاء الله الشغل بتاعي، هكمل السطور بتاعه المروحه، هستمر كده وبعدين نرجع ونشوف شكلي بعمل ازاي. رجعت لكم بعد ما خلصت غرزة المروحة حوالين البلورو كله، وده الشكل بتاعها.
انا اشتغلت من غرزة المروحة دي، ادي 1 2 3 4 اربع سطور منها، تمام. وزي ما قلت لحضراتكم انت ليكي حرية الاختيار، عايزة اربعة عايزة اكتر على حسب طبعا المقاس اللي انت عايزاه. حابة اوريكم بقى الشكل كده بعد ما خلصنا كده ابتداء من هنا كده، ادي شكل البلورو اهو لو سحبنا كده بالراحة، شايفين حضراتكم طلعنا لغاية هنا، ادي شكل اللياقة بتاعتي، تمام اهي حضراتكم. وبعدين ادي الجنب بتاع البلورو، معلش طبعا هو الكادر بتاع الكاميرا مش هيجيب طبعا كله، بس انا ممكن اجيبه لكم بزاوية بالشكل ده علشان بس التفاصيل بتاعته تبقى واضحة، تمام كده يا رب يكون واضح كده. وادي الجنب التاني، البلورو في منتهى الشياكة زي ما حضراتكم شايفين، الوحدة جميلة جدا ونطقة، والألوان بصراحة حلوة. أنا كنت خايفة جدا إن الألوان تطلع زعقة أو شكلها كده مش منسق، لكن بالعكس كمان اللون الكحلي قفل معايا برضو اللون وحددهولي، شكله جميل جدا جدا. بكده يكون البلورو بتاعنا النهارده خلص. وكنت حابة أقول لكم زي ما قلنا في أول الفيديو كده إن المقاس دوت بيلبس إكس لارج، تمام. والجناب بتاعته الجنب ده طوله من هنا لهنا كده 23 سنتي، يبقى الجنب دوت 23 سنتي، تمام. وكمان الدوران كله بقى، الدوران لو احنا قفلنا الاثنين دول كده على بعض، تمام، الدوران كله حوالين داير من هنا عامل 100 سنتي، تمام. والظهر لوحده لو انا قلبت كده وقست من اول هنا من اول البلورو كده الظهر بتاعه كده، تمام، لغاية هنا عامل معايا 55 سنتي، تمام. ولو جيت قلنا الطول بقى، الطول من اول هنا من اول الرقبة من فوق ليه كده طوله لغاية هنا، تمام، الطول عامل معايا 60 سنتي. طبعا انتوا تقدروا تطولوا كمان الطول تاني بان انتوا هتشتغلوا بنفس الغرزة بتاعت المروحة سطور تاني وتكرروها. في فكرة تانية برضو، لو حابين ممكن تعملوا شراشيب وتعلقوها كده هنا في اخر الفستانات كده، تمام، برضو موديل برضو مش بطال لو انتي حابة. لو مش حابة وعايزة حاجة رقيقة كده وعملية معاكي يبقى هنعمل نفس الديزاين دوت، تمام كده. كده هيبقى الفيديو بتاعنا النهارده خلص. وبصراحه الوحده جميله جدا 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 زي ما حضراتكم شايفين، اتمنى كلكم تجربوها وتنفذوا الوحده بنفس التفاصيل بتاعتها كده، وتوروني كل الاشغال اللي انتوا بتعملوها، وتقولوا لي بقى على رايكم ايه، ولو في اي استفسارات انا مستعده للاجابه عليها، تمام. واتمنى ان يكون الفيديو كان سهل والشرح واضح، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.